السلام عليكم. هانتوما الخنيشات ما عرفتوش ديالاش. هذا المرق ديال الدجاج بالعظام ديال الدجاج، مرق طبيعي ما فيه لا منكهات لا مواد حفيظه. البديل ديال الضمد البنا، حضروه في داركم بالمكونات موجوده في كل دار في كل بيت وفي الدار عندكم ديما. يعني كتجيبوا الدجاج وتجيبوا عندكم الخضره وعندكم حتى المنسمات. يلا تابعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا التفاصيل. اول حاجه غادي نبدا بها، انا كندير واحد شويه ديال الزيت، نقدر نديروا الزيت البلديه، نديروا الزيت الروميه ماشي مشكل. غادي عندي الخوضه الاتيه، الخوضه اللي كنستعملوا نتوما. عندي انا هنا خيزو، عندي هنا البصله الخضريه، واحد اللفته، جوج كرعات خضرين او الكوغجات، عندي كذلك هنا الورق ديال البورو، عندي هنايا درت الثومه كنخلوها بقشورها، عندي كذلك ورق الغار، واحد فلفله حاره وشويه ديال الزر وحبوب. كنلوح كلشي هادشي في ديك الزويته، نلوح كذلك هذا التوابل. وغادي ندير عندي المنسمات، انا عندي ازير غادي نستعملو، عندي جوج عريشات ديال الازير غادي نستعملهم كذلك. نزيد ونجيب في هاد الخضيرات حتى يشهدو هاديك الزويته. نغطي باش يعرقوا. عندي هنا شي حبات ديال القرنفل، هانتوما اللي ما نجيش ربعه سته ثمانيه حتى العشره د الحبات، حيت انا عندي جوج ديال الدجاجه. هاد الخضر ما نحتاجوش نقيوهم، غنغسلوهم ونديروهم هنايا باش يسخن لينا المرق. هادو الكركاس ديال الدجاج، ملي كنشري الدجاج كنقول السيد اللي كيبيع الدجاج انه يحيد ليا السدار ويحيد ليا الحيمات ويخلي ليا هاد الكركاس على الهيكل العظمي ديال الدجاج. او نتوما فيما كان عندكم الدجاج حيدوا ليه العظومه واستعملوه، مرة كيطلقوا واحد المذاق واعر هو اللي عطي واحد الريحة اللي عطات دابا واعرة واعرة واعرة. نقصي ليا هاد الصوص، هادي اللي هي ريحة والله إلا كتشوف ريحة بنينة. لا طيبة، هاديك تاهي عطات ريحة زوينة. ملي كنشحرو الخضر هاكا كيطلقو داك المذاق ديالي، نخلوهم بحال الا كنبغيو نحرقوهم. ها انتما نحط انا هاد العظومة ديالي، العظومة العدد اللي عندكم، حتى دوك الجنيوحات الصغار ديال الدجاج غير دوك راه ديروهم هنا الا ما بغيتوش تستعملوهم طيبوهم. غادي نغطي ونخلي الفول يعرق وباش يشهد اللون ديال هاد الكركاس. عاد نرجع لكم كما شفتوا علاش كنخليه يتشحر باش يطلق هذاك المذاق ديالو. هانتوما كنخليو هاد الشيء يتلبس مع بعضياتو. راه ما درت لا ملح لا والو، ما كنديرش الملح في الماء. صافي دابا غادي نمرق، نعمر الطنجرة كلها بالماء. هادو من بين التحضيرات غير رمضان كذلك، انكم تحضروا المرق ديال الدجاج ديال العظومة ديال اللحم ديال ليكم مازال ديال العظومة ديال اللحم ديال الاسماك باش تبداو تنسمو بهم الوصفات الشربات ديالكم بلا ما تستعملوا ضامة ديال البنة.
وصفات صحية طبيعية بدون مواد حافظة. هذا هو بديل طماط الزنك. انا غادي نعمر الطنجره مزيان، عمرتها حتى الفوق، وغادي نشعل العافيه تكون مجهده في الاول حتى يبدا يغلى ليا المرق، ونرجع لكم من بعد الغليان باش تشوفوا واحد العمليه كنديرها خاصها تبدا ملي يغلى المرق. يلا نرجع لكم من بعد. المرق ها هو بدا كيغلى، هانتوما الا لاحظتوا راه كاين شويه ديال بدات يدير الرهوة، يقدر يدير لي داك الطبقة اللي كتكون منقياش من الفوق نحيدوها. كتكون بحال داك الكشكوشة، كيكونوا غير مع الأوساخ أو الدم أو داك نقدروا نحيدوهم، ما كاينش بزاف لانني انا غسلت مزيان هاد العظام ديال الدجاج، حيدت غير كميه قليله. هانتوما صافي، غادي نقص العافيه ونخلي الكل كيطيب على عافيه مهيله حتى يتقلص هاد الماء ما يبقاش كثير، باش كيكون كونسونطري او كيكون ثقيل وتيكون المذاق ديالو بنين، كيكون الدجاج كلشي هاد الحمومه ديال الدجاج يطلقوا المذاق ديالهم، وداك لوجيل او ديك الماده اللاصقه ديالو. يلا نخلي دابا المرق ديالي يطيب من 4 حتى 5 السوايع على نار مهيده، ونرجع لكم باش نشوفوا النتيجه ديال الطياب ونكملوا الوصفه ديالنا. حنا نشوفوا المرق ديالنا فين وصل، اش تعقلت على الما فين كان وصل، كان وصل حتى لهنا. نتوما دابا راه لال، دابا كيولي معقد عقد عقد خاطرو فيه النسمه ديالو، الريحه كتعطي. صافي انا يعني المرق واجد، غادي نطفي عليه ونخليه يبرد تماما، عاد غادي نصفيه. يلا نخليه هو يبرد وندوزو ديك الساعه للمرحله المواليه. هانتوما المرق ديالي خليته برد تماما، نقدر نخليه حتى لغطليه، انا بعدا بيتو. دابا غادي نصفيه، نصفيه من الخضر، نصفيه باش يعطينا غير المرق صافي ونقي. نصفي المرق وكنعصرو، نكمل انا في التصفيه ديال المرق. وواحد الحاجه انا كنديرها، انا هاد الخضر كنورك عليهم باش كيعطيوني حتى ديك العصاره ديالهم في المرق. هانتوما شتي هاد المرق كيف كيكون بنين، نستغناو على الضماد البنة، هادو هما اللي باش نطيبو واحد العدد ديال الوصفات، من بينهم الشوربات، المعجنات، الريزوتو، البايلا، أي حاجة. وهاد اللي دابا هاد الدهون اللي هنا من الفوق هادو راه غير ديال الدجاج، إلا ما بغيناهمش كندخلو المرق الزلافة كلها للتلاجة، وكيتجمد هاد الإدام أو هاد الدهون اللي من الفوق وكنحيدوهم. هذا كيبقى اختياري، وانا كنبغيهم يبقى واحد الدهون طبيعيه، نقدر ما علاش غادي نحيدها، كنخليهم انا كنستعملهم بهذه الطريقه. انا نكمل نصفي كل شيء ونرجع لكم. ها المرق ديالي من بعد ما دخلته للثلاجه يبرد، هاد الطبقه ديال الدهون راه حتى هي مزيانه، راه غير دهون طبيعيه ديال الدجاج، اللي ما بغاهاش يحيدها، واللي بغا يقدر يستعملها يستعملها. هانتوما حتى شوفوا المرق كي خاطر لا بحال الجيلاتين، بحال الا فيه الجيلاتين. هانتوما
هذا راه ماشي كان في المجمد، راه غير في الثلاجه كيجي طرف طرف. غادي نديرو في اكياس بلاستيكيه ونحطها في المجمد، نديرو في الشوربات ديالي، وخصوصا دابا رمضان هو جاي، ندير هاد المرق نديرو في الشوربات ونستعملهم كذلك في المعجنات او في بعض الاطباق. انتما نقدر انا نحيد هاد الشحوم ديال تحت ليا في الجب، نقدر نحيدهم او نقدر نخليهم. انا نديرهم دابا في الاكياس البلاستيكيه ونرجع لكم. عرفتي هاد المرق راه كيزيد بنه الماكله بلا ما ديروا الضمد البنه، كيزيد بنه روعه. الروز، المعجنات كيف قلت، الطيله، الشوربات، بعض الاطباق نتوما تقدروا اي حاجه، السلطات اللي كيطيبوا زعما خدرو بهاد الطريقه وضع ليا الكبار. يلا حطوا هانتوما شوفوا شو كيخاتم، ماشي احسن من دوك الضمد البنه. هادو طبيعي، ما فيه لا مواد حافظه، ما فيه لا مواد حافظه، ما فيه منكهات، ما والو، كلشي طبيعي، الخضر والعظم ديالك. نتوما حضرتو مرق تبننو به الاطباق ديالكم، العظام راه كاينين كاينين. مره اخرى ان شاء الله ندير لكم ديال الحل، عندي واحد الطريقه مختلفه شويه على ديال الدجاج، وكذلك نقدروا نحط في الدراسة ديال الأسماك. اللي شاهدنا أول مرة يشارك في القناة، انقر على الجرس ليوصلو الجديد، حطوا إعجاب، حطوا تعليقات ديالكم، اقتراحات ديالكم. يلا تبارك الله عليكم وبالصحة والراحة.